أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية من ركود كبير يجتاح أسواق العراق منذ أسابيع بسبب سياسات الحكومة. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر إن سياسة الحكومة في احتواء الغلاء والسيطرة على الأسعار فشلت في تحقيق مبتغاها، ولا توجد حتى الآن آلية واضحة المعالم للسيطرة على الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع مضاعف في نسب الفقر والبطالة. وتعاني الأسواق العراقية من تداعيات رفع سعر الصرف رغم مرور أشهر على تطبيقه لعدم القدرة على السيطرة على الأسعار. انخفضت مبيعات البنك المركزي في العراق من العملة الأجنبية لتسجل 162 مليون دولار، وشهد مزاد بيع العملة وشراء العملات الأجنبية في البنك المركزي انخفاضا في مبيعاته بنسبة 8.47% لتصل إلى نحو 162 مليون و293 ألفا. غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار مقارنة بالخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات 177 مليون و231 ألفا. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول 51 شركة أسهمها بقيمة مالية بلغت 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت السوق أن عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 4 مليارات سهم بانخفاض بلغ 69% عن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX 60 أغلق في آخر جلسة له مسجلا انخفاضا بنسبة 0.28% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه. انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف قبل إغلاقه بالتزامن مع انخفاض الخامات الأخرى البرنت والخام الأمريكي، فيما شهد خام البصرة الثقيل ارتفاعا في الأسعار. وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا بنسبة 2.41% مسجلا 66.7 دولار عن اليوم السابق، بينما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 63.79 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 2.75%. تخوض تونس الشهر الجاري مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي وبشأن تمويلات جديدة لتغطية النفقات المبرمجة في قانون الموازنة لسنة 2021. وتأتي المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي وسط صعوبات اقتصادية واجتماعية وارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى 40.11%، حيث ستدور المفاوضات حول إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية الصيف المقبل بهدف الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. أظهرت بيانات حكومية أولية أن عجز التجارة الهندية بلغ أكثر من 15 مليار دولار خلال شهر نيسان الماضي، وبحسب البيانات فإن صادرات السلع ارتفع قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال شهر نيسان في مقابل نحو 10 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما صعدت الواردات إلى نحو 45 مليار ونصف المليار دولار مقابل 17 مليارا في نفس الشهر من العام الماضي. هذا وخضعت الهند لإغلاق صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع كبير في حجم التجارة الخارجية. ختام الموجز، إلى اللقاء.